وقوله تعالى لا شريك له، ألا هنا كما سلف نافية للجنس، وشريك نكرة في سياق النفي فتعم أي شريك، وفي هذا نفي لجميع الشركاء الذين يعبدون من دون الله عز وجل. والملاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر في هذه الدعوة أن يقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فقوله لله رب العالمين ومجيء نفي الشريك بعدها يدل على أن التوحيد لا يتم إلا بنفي الشريك والتبرؤ منه، وهذا كثير في كتاب الله عز وجل. قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وكما سبق معنا قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، إلى الله تقصد التوحيد، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، وتقتضي هذه الجملة واشهدوا بأننا مسلمون تقتضي بأنكم مشركون.